ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي صحح أوضاعه الإفريقية وقدر يحقق الفوز على القطن الكاميروني بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. سجل أهداف الأهلي محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل. بالنتيجة دي بيرفع الأهلي رصيده لأربع نقط في المركز الثالث في المجموعة. أما نادي الزمالك فبيستعد لمباراة الترجي التونسي، علشان كده البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك طلب من الجهاز الطبي تجهيز إعداد تقرير طبي كامل عن حالة اللعيبة المصابة في الفريق، وعلى رأسهم شيكابالا اللي بيعاني من نزلة برد شديدة أبعدته عن مواجهة بيراميدز في الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، كمان علشان الاطمئنان عن حالة عمر جابر اللي بيعاني من إصابة عضلية. الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي فيتوريا اتواصل مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، وده للاطمئنان على إصابته اللي تعرض لها في مباراة فريق طرابزون في الدوري التركي مع نظيره عمران سبور، واللي خرج مصاب في الدقيقة 34 من الشوط الأول بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية. في الدوري الإنجليزي فريق أرسنال حقق الفوز على بورنموث بنتيجة 3-2 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب الإمارات ضمن لقاءات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بكده عزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، أما بورنموث فتجمد رصيده عند النقطة 21 في المركز الأخير. لسه مع مباراة الجارنرز واللي شهدت تألق اللاعب فيليب بيلينج لاعب بورنموث بعد ما حقق رقم مميز في تاريخ الدوري الإنجليزي، ونجح في هز شباك أرسنال بعد مرور 9 ثواني من وقت المباراة، وده اللي دفع شبكة أوبتا الإحصائية في إنها تأكد إن هدف بيلينج في أرسنال أصبح تاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدف شين أولونج لاعب ساوثهامبتون ضد واتفورد في إبريل 2019. لسه مع الدوري الإنجليزي، وخسر فريق توتنهام من فريق وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي. بكده بيحتل فريق توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وبيحتل وولفرهامبتون المركز 13 برصيد 27 نقطة. فريق تشيلسي حقق فوز صعب على ليدز يونايتد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، وبيحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، وليدز يونايتد 22 نقطة في المركز 17. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نيوكاسل بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بكده بيتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 41 في المركز الخامس. في الدوري الألماني اتعادل فريق يونيون برلين مع فريق كولن في المباراة اللي اتلعبت بين الفريقين واللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الألماني. بكده بيتواجد فريق يونيون برلين في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة. فاز فريق بايرن ميونخ على شتوتغارت بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الألماني. بالنتيجة دي عاد بايرن ميونخ لصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الوصيف بروسيا دورتموند صاحب نفس الرصيد، ووقف رصيد شتوتغارت عند نقطة 19 في المركز 15. خسر فريق نانت اللي بيلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في الجولة 26 من عمر منافسات الدوري الفرنسي. تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء قبل الدفع به في الدقيقة 70 من عمر المباراة. الإيطالي أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كشف عن التشكيل الرسمي اللي هيخوض بيه مباراة ريال بيتيس اللي هتتلعب النهاردة ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني. وشهدت قائمة الريال غياب ديفيد ألبا وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، ولوكا مودريتش لمعاناته من الإجهاد.
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة اتكلم عن مواجهة فريقه قدام فالنسيا النهاردة، وقال: نحن سعداء بكل شيء، مباراة مهمة لينا وإحنا بننافس على بطولتين. فريقنا ما بيحبش يكون الأقل استحواذا على الكرة، وهدفنا دايما المبادرة والهجوم، لكن لازم نشتغل على الدفاع واللعب بدون كرة واستغلال المساحات كمان. عايزين نشوف النهاردة أو عايزين نفوز النهاردة عشان نواصل الصدارة. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا مع جمانة ومصطفى.